جئتكم اليوم بعد رحلة طويلة رفقة بعض الزملاء الذين حرموا ظلما وعدوانا من المشاركة في مسابقة اكتتاب للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة. ظلموا حين أعلن مركز الدراسات القانونية المهنية المسؤول عن التكوين لهذه الشهادة عن استقبال الملفات شرط أن لا يزيد عمر المترشح على 30 سنة، وهو مقتضى ما أنزل الله به من سلطان ولا قانون. فقانون المحاماة القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين ينص في مادته 14 على أنه يشترط في من يريد الولوج للتدريب لمهنة المحاماة أن لا يقل عمره عن 21 سنة، ومن أراد الولوج ومن أراد الانتساب للمهنة نفسها أن لا يقل عمره عن 24 عام. ولم ينص على أي حد أعلى للعمر للانتساب لهذه المهنة. والواقع العملي يشهد انضمام من بلغوا 60 و70 من كل من أبواب متفرقة، من قضاة وإداريين وحتى من شرطة قضائية، ينضمون بعد انتهاء مسارهم المهني إلى هذه المهنة. أضف إلى ذلك أن الإعلان قرأ نصف مادة من القانون وترك نصفها حين منع الحاصلين على شهادة الليسانس من المشاركة في المسابقة بدعوى أن قانون المحاماة ينص على شهادة المتريز والمتريز لا تعادل الليسانس، لكن نفس المادة التي حرم بها أصحاب الليسانس منع تنص على شرط الأدنى للعمر ولم تتحدث عن الشرط الأعلى، وهو قرار معيب بكل عيوب القرار الإداري، من عدم اختصاص، فالمعهد ليس مختصا بتحديد السن المطلوبة لولوج مهنة المحاماة، فهي محددة سلفا بقانون المنشئ الهيئة الوطنية للمحامين. وبالطبع ففي كل قوانين العالم لا ينص مركز التكوين على شروط المهنة وإنما يكون منصوصا عليها أصلا بقانون المحاماة الذي يتحدث عن جنسية عن شرط الجنسية وشرط السن وشرط المؤهل، وبالتالي فهو قرار معيب بعدم الاختصاص. أنا أتكلم باسم مجموعة كبيرة من المتضررين، حاولنا راسلنا وزارة التعليم العالي وبينا لها القضية، وقد ردت بطريق غير مباشر بأن المسألة تعود إلى الهيئة الوطنية للمحامين، وأنها من أوحت إليها بتحديد السن الأعلى. وحين اتصلنا بالهيئة الوطنية للمحامين كانت تقول لنا بأن القضية تعني المعهد، والمعهد تابع للجامعة. من أجل ذلك جئناكم اليوم للتعريف بقضيتنا ولإطلاع الرأي العام على الظلم الممارس علينا الذي لا يستند إلى أي حق. سلكنا الطرق القانونية وتقدمنا بعدة طعون عدة طعون متفرقة من مجموعات مختلفة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا من أجل إلغاء هذا القرار المعيب شكلا وقانونا وموضوعا. وهنالك طعون لا زالت لم تبلغ بعد، وطعون في نهاية مسارها الاستعجالي، لكن الوقت يداهمنا بالنظر إلى أن المعهد حين أعلن عن المسابقة أعلن عن تنظيمها بعد 19 يوما فقط من الإعلان، وأن فترة استقبال الملفات هي 10 أيام تنتهي غدا يوم 20 من فبراير، على أن تنظم المسابقة يوم 24 يوم الأحد القادم.